راه حرام اننا نوجهوا الناس لشي حوايج تقدر تخرج عليهم وحنا عندون درايه. انا تنبغي من هاد الناس اللي غيشوفونا من هاد المنبر ديالكم ديال موقع فبراير، الله يرضي عليكم، صنتوا الناس اللي عندهم درايه في الميدان. دابا حنا اش غادي نخسروا نقول لكم ديروا الفاكسان؟ حنا كنا تتشوفوا دايرين الفاكسان، واش حنا زعما ما خايفينش على راسنا؟ غير هاد الصباح هذا قبل ما تمشيو، غير هاد الصباح هذا وحده عندها 18 عام تقاس ليها القلب كوفيد، واش هاد كوفيد ما كاينش؟ الله يرضي عليكم، ما بقاوش تصنتوا نيمبورت كي، تصنتوا الناس اهل الاختصاص اللي باغي ليكم الخير والخير لهاد البلاد. شكرا بزاف على الزياره، تنرحبوا بموقع فبراير في مصلحه استقبال المستعجلات للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. بالفعل كما ذكرتي لاحظنا هاد الثلاث او الاربع اسابيع الاخيره واحد ارتفاع مهول في حالات كوفيد الخطيره. سنعرفوا انه نذكروا الناس انه بالنسبه للمركز الاستشفائي الجامعي حنا تنستقبلوا هنايا الا الحالات الخطيره، يعني الحالات اللي تحتاج على الاقل تنفس اصطناعي الغير اختراقي ولا الاختراقي. بالفعل هاد الاسابيع الاخيره تطوروا الحالات بزاف، كنا قبل كنستقبلوا حاله الى حالتين في الاسبوع، دابا هاد الاسابيع الاخيره وصلنا لتقريبا 5 حتى 6 حالات في اليوم. القاسم المشترك بين هاد الحالات كاين ثلاثه القواسم، اولا هي الناس بزاف هادو ما ملقحينش، هذا لا يعني انه كاين عندنا شي حالات ملقحه وداروا حالات خطيره، ولكن الاغلبيه الى جينا دابا زعما نفكروا في لا فريكونس، يعني تنشوفوا الناس اللي ما ملقحينش بزاف هما تيديروا حالات خطيره اكثر من الاخرين. كاين المساله الثانيه هو انه الناس يتاخروا بزاف باش يجيو يدوزوا عند الطبيب عند المستشفى، يعني تيبقى يدير الدواء لراسو في الدار هكا تبدا يتعطل حتى تزاد عليه الحال بزاف عاد تجي للمستشفى. المساله الثالثه والاخيره هذه يمكن تتخص بعض الزملاء الافاضل، لانه ما كاينش واحد يعني احترام ديال البروتوكولات اللي دايرينها وزاره الصحه، وهناك واحد الاستعمال غير ممنهج لبعض الادويه وتنخص بالذكر المضادات الحيويه وليكورتيكويد، يعني تيداروا في بعض المرات في المحل اللي ما خصهمش يداروا. خصنا نضوا البال هاد الثلاثه الحوايج هادو، يعني التشخيص المبكر، نلقحوا راسنا، ونضوا البال في الحياه وفي ليجين دو في ديالنا. هادو حتى هما من بعد الوسائل تدروج في المواقع التواصل الاجتماعي، كاين اللي تياخد زعما المنشطه، كاين اللي تياخد لا فيتامين سي، كاين اللي تيقول زعما غادي نقوي المناعه ديالي. هادشي حتى شي بحث علمي ما بين هادشي بطريقه علميه، خديتي ولا ما خديتيش لا فيتامين سي راه غادي يقدر يجيك الكوفيد. يعني احسن من احسن من هاد المساله هادي هي اش؟ غير نحس يعني بشي اعراض سريريه واخا تكون قليله غابيدمو نمشي وندوز للسبيطار، حيت ما يمكنش نبقى نتسنى في داري وناخذ الدواء من ذات راسي بلا ما نتشاور مع الطبيب. نعاود ناكد لك انه بزاف الناس يداويو راسهم بلي زونتيبيوتيك بلي كورتيكويد ما تيتشاور مع حتى شي واحد، وللاسف تيكون من بعد العواقب تتكون وخيمه بزاف. نشكرك بزاف على هذا السؤال، بالفعل كان يمكن واحد الرساله اللي وصلت ممكن غلطه للغون بوبليك هي انه لا تلقحتي صافي. لا، التلقيح هي وسيله من بين الوسائل، واخا تلقحتي تنحافظ على التباعد الاجتماعي، على نظافه الايدي، على الكمامه الاجباريه. التلقيح تيعاوننا في جوج الحوايج، اما يقدر ما يجيناش كورونا تماما، ولا حتى الى جانا يقدر يجينا خفيف. هذا لا يمنع انه كاين شي حالات خطيره بالفعل واخا كانوا ملقحين، وهذا تيكون في باب ديال انه لي ستاتيستيك، يعني هذاك ما كاينش شي فاكسان تيكون افيكاس 100%. كيما بغى يكون هذا الفاكسان ما توصلوش لهذاك لو دوغري ديال 100%، يعني راه تقدر تكون ملقح وتقدر تجي كاع حاله خطيره، ولكن هذا الا جينا في الحساب هاد المد هاد ال هاد ال هاد زعما هاد لا كونفيغوراسيون قليله وقليله بزاف. يعني حنا تنشوفوا دابا من ارض الميدان، تنشوف مثلا نعطيك مثال، البارح جاونا 6 حالات خطيره، 5 منهم ما ملقحينش وواحد ملقحه. يعني هذوك تيكونوا ملقحين راه اما ما تجيهمش كورونا، ولا في الغالب تجيهم خفيفه وتقدر، ولكن قليل بزاف تقدر تجيهم شي كورونا صعيبه بزاف. بالعكس اللي ما ملقحينش تيكون عندهم واحد الخطر كبير باش يديروا هذاك الكورونا يديروه صعيب بزاف. بالنسبه لي فاكسان على حساب لي فاكسان، كاين دي فاكسان تيداروا في جرعه واحده ياك، ولكن الاغلبيه ديال لي فاكسان قبل ما يجي الفاكسان الثالث اللي في المهم تيداروا في جوج جرعات.
ماتي الا درتي الجرعه الاولى وبيناتهم جرعه واحده ما كافياش، لابد ديك الجرعه الثانيه تزيد تاكد ديال الجرعه الاولى. الا جاك الكوفيد بيناتهم خصك تسنى واحد 4 سيمانات وعاد تقدر دير الجرعه الثانيه ديالك. يعني واخا الا جات كوفيد هذا لا يشفع لك انك ما ديرش الجرعه الثانيه، لا خصك ديريها باش تزيدي تاكدي على المناعه ديالك. بالنسبه للجرعه ولا جوج جرعات هذا يعني تيكون عنده علاقه بالبرودوي براسو على حسب الدراسات اللي داروا ليه. كاين بعض لي برودوي اللي تحتاجوا الجرعات كاين على حسب الجرعه وحده، يعني هذا في اختصاص الابحاث اللي داروا قبل ما نديروا هذه الجرعات. بالنسبه للقضيه تيقولوا الناس انه تاديتي مضادني وداك الشيء، هادشي سمعناه بزاف وتنظر متجاوز. يعني ناكد لك حنا مثلا في مركز الشفاء الجامعي خلال حمله التلقيح كنا مكلفين انه تكلفنا بلا كوفيرتور ميديكال، غنكونوا دوزنا شي 3000 واحد تقريبا او اكثر. يعني انا تنقول لك شخصيا ما عمري شفت شي حاجه غير عاديه من بعد الباك. يعني الناس تيقولوا هذا الشيء اما تنطقوا من ريحه الخلعه شي حاجه انكوني خايفين منها، ما تنطلقوش من شي حاجه اللي ما شافوها. وهنا للاسف ولا اللي جات يديو في لي ريزو سوسيو، الناس ولات عندهم واحد الوسيله باينه باش يبانو في لي ريزو سوسيو، غالي دير لي ستوري، غالي دير انستغرام، غالي دير فيسبوك، غالي دير تيك توك، ولات عندهم واحد الماده دسمه. راه حرام اننا نوجهوا الناس لشي حوايج اللي تقدر تخرج عليهم وحنا عن دون درايه. انا تنبغي من هاد الناس اللي غيشوفونا من هاد المنبر ديالكم ديال موقع فبراير، الله يرضي عليكم، صنتوا الناس اللي عندهم درايه في الميدان. دابا حنا اش غادي نخسروا نقول لكم ديروا الفاكسان؟ حنا كنا تتشوفوا دايرين الفاكسان، واش حنا ما زعما ما خايفينش على راسنا؟ كون كنا نقولوا شي كان تيقول لك لا الاطباء تيقول الفاكسان وما دايرين، واش حنا ما دايرينش الفاكسان؟ حنا اول انا ما كرهتش ندير حتى 3 الفاكسان، ما عنديش مشكل، حيت تنشوف ام عيني المآسي تنشوفو، تنشوفو لي كاغراف، تنشوفو الناس دي جون. غير هاد الصباح هذا قبل ما تمشيو، غير هاد الصباح هذا وحده عندها 18 عام تقاس ليها القلب كوفيد. واش هاد كوفيد ما كاينش؟ وشنو تنحلمو؟ منين نجيبوه؟ وعلاش غنديرو حنا هادشي كامل؟ وعلاش غادي نختارو حناك؟ واش حنا ساهل علينا نبقاو بلا كونجي بلا راحه ونخليو وليداتنا وعائلاتنا؟ هادشي كله تمثيل، والواحد يكون عنده شويه العقل ويفكر ويقول هذا الداء راه كاين وعندو الدواء ديالو وغادي نخرج ان شاء الله من هذه الجائحه هذه الا تعاوننا جميع. انا طالب بسيط من هذا المنبر ديالكم، الله يرضي عليكم، ما بقاوش تصنتوا لنابورت كي، تصنتوا الناس اهل الاختصاص اللي باغي ليكم الخير والخير لهذه البلاد. هذه واحد دو سيمين فعلا كانت يجيونا الناس اللي صغار، حيت الكبار كانوا ديجا بروتيجي بالفاكسين، ولكن مؤخرا غير هاد السيمانه بداو تيرجعو عاوتاني هادوك الشريحه ديال الناس الكبار. يعني دابا القضيه نقولوا تخلطات فيها الناس الصغار والناس الكبار. دابا الفيروس فاش تيدخل لجسم بنادم، جسم بنادم اش تيدير؟ تيحاول يضرب ضده، يعني تيخدم بزاف ديال لي ماشين. هذيك لي ماشين حنا تنسميو الالتهاب، هذاك الالتهاب شنو هو الضوء ديالو باش ينتج المضادات الحيويه باش يمشي ويضربوا هذاك الفيروس اللي دخل. هاد الالتهاب عند نقولوا 100 ديال الناس تقاسوا الفيروس 90% غادي يديروا التهاب على حد قدو، هذاك الشيء اللي قاس، يعني مازالش فيه بزاف. يعني المريض تيدوزها بشويه ديال العياء شويه ديال السخونيه وكان من بعد تيدوز الامور. كاين بعض الناس هذاك الالتهاب تيكون زايد على القياس، حنا بالفرنسي تنقولوا زعما انفلاماسيون اكزاجيري ولا اوراج انفلاماتا، يعني الرعده ديال الالتهاب. باقي لحد الان ما فهمناش مثلا علاش هذا تيدير التهاب بزاف وهذاك لا. بالنسبه للناس اللي يديروا التهاب بزاف هذوك تتكون عندهم شويه القضيه صعيبه، وفي الغالب تنحتاجوا اننا نعسهم في مصالح العين المركزه ولا مصالح الانعاش. انا بالنسبه لمركز الاستشفاء الجامعي كانت كاينه واحد التنظيم اللي تيصر عليها السيد المدير المستشفى ابن رود، هو المنسق ديالنا. كيفاش تتمر الامور؟ تيجي بعدا فاش تيجي المريض تيجي عندنا المركز استقبال المستعجلات الانعاش المستجاب، حنا تنشوفو تنقيمو الحاله ديالو، تندويو ليه السكانير ديالو والتحاليل، وتنشوفو نوعيه درجه الاكسجين اللي خاصه. من بعد
تيتم تنكتبوا زعما تيتم تنصيفطوا الطلب ديال انه باش هذا المريض هذا اللي عندنا يدخل داخل في مصالح الانعاش. والطلب هذا تيدوز عبر التنسيق اللي مكلف به السيد المدير. بالنسبه لداخل المراكز زعما بفضل تضافر الجهود تم افتتاح عاوتاني العديد من مراكز الانعاش للداخل. كان حيت قبل في الموجه الثانيه كانوا بزاف ديال مصالح الانعاش وبداو يتسدوا بروغريسيمون، عاوتاني دابا بداو يتحلوا بروغريسيون. اذا لحد الان القضيه راه ميتريزي، نتمنوا بقى واخا زعما المرضى بزاف، مي الحمد لله اون اغيب زعما تنستطيعوا انه باش ينعسوا من بعد مراكز الانعاش. عندي ثلاثه النصائح. اول نصيحه ما تداويش راسك من حد راسك، حيت هذه زعما تقتل واحد يعني واخا بحسن النيه راه يقدر يخرج على راسه. النصيحة الثانية نحافظ على التباعد الاجتماعي والكمامة ونظافة الأيدي. والنصيحة الثالثة الله يرحم الوالدين يستشروا الناس أهل الاختصاص، ما يبقوش يتسنطوا لنابورت كي. راه هذوك الناس هادي يقول لكم شي حوايج ما كاينينش، أنا نتحداكم واش عمرهم شافوا مريض واحد من كوفيد. حنا هنا تندوي من أرض الميدان، من أرض الواقع، ما تنخترعوش. واللي شي نهار شكك في هذه القضية هادي يجي عندنا مرحبا به ما كاين حتى مشكل ويشوف ام عينيه. اذا هذا التهور هذا ما عندنا ما نديرو به، فما الاحسن ليكم لوليداتكم وحباكم لهاد البلاد هادي كلشي تقيد بهاد وسائل التباعد الاجتماعي، نتلقحوا جميعا وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.